جورج بوش عندما عمر بغزو العراق ما كان أكو يعني العملية كانت تسمى Freedom of Iraq، يعني حرية العراق أو Liberty of Iraq، التحرير العراق هكذا، مو كانت العملية. بلي. وعمليا سياسيا توصف بأنه هذه القوة اللي دخلت إلى العراق هي قوة إحلال. نعم، وكان ينتظر منها أنه هذه قوة الإحلال تعمل مع العراقيين بعد أن أسقطوا النظام في العراق أن يشكلوا نظام آخر، هذا اللي كان مطلوب. جورج بوش في حينها نفس الأزمة اللي يعيشها بايدن الآن فيما يتعلق بالموازنة وسقف الدين الديت سيلينج من قبل الكونغرس. أنا ذاك الكونغرس أيضا كانت ترأس الديمقراطيين عندهم أغلبية، وكانت بيلوسي هي السبيكر، يعني هي المتحدثة اللي كان آخر سبيكر غادرت. ضغطت على جورج بوش في مسألة تمويل الجيش والحملة العسكرية في العراق، حتى يعرفون أبناء شعبنا أمريكا الدولة العظيمة بها مؤسسات. وبالتالي توقف تمويل الجيش في العراق وهو داخل محتل بلد وفي صراعات، وبدأت المقاومة تظهر في العراق، مما أحد مستشاري القانونيين قال له ما عندك غير خيارين الحقيقة حتى تقدر تأخذ أموال العراق اللي كانت موجودة في السيف بوكس مع MOU مذكرة التفاهم، كان حوالي أكو 25 مليار دولار، هذه اللي غابت وما حد يتحدث بيها. هاي مهمة طبعا، أحكي لك الحقيقة اللي صارت. أي. فصور هذا البلد العظيم والعراق شو شلون تعاملوا معه. فهذا المستشار قال له عندك طريقين، قال له شنو الطريقين؟ قال له أما تشكل حكومة عراقية وهاي الحكومة تأخذ الأموال اللي موجودة في الأمم المتحدة وتبدي تصرف على قواتنا وعلى الشعب العراقي إلى أن يتم صادرات النفط للعراق لكي النفط توقف، صح، أو تعلن نفسك قوة احتلال. قال له ذاك الطريق صعب، ذاك طريق سياسي وشكل حكومة، فجاء أعلن احتلال. فتحول العراق يوم أعتقد 5 مايو أو 6 مايو في عام 2003 أعلن جورج بوش قال إحنا قوة احتلال. وعلى أثر قوة الاحتلال صار لازم ينصب حاكم مدني. نعم، فنصب بريمر. فبريمر صار عنده كل الصلاحيات بموجب قرارات مجلس الأمن وبموجب الأمر الرئاسي، منها استولى على الأموال 25 مليار، وتتذكر قام يوزعون بها على بعدين مشت الحالة، شكل مجلس حكم وكذا بدأوا يصدرون.